اشنو سبب الارتفاع؟ والله ابن عمي والاسعار عالميا صاعده، ما يعني ما شغلت ما دخلوا كله عالميا، يعني كلها صاعد المواد، فهي تجي غاليه، النقل غالي، هي غالي كلها تجي المواد. دولار لو من المصدر ما له شغله، الدولار 147 147 نص، بس هو مصدر هي عالميا صاعده، ما شغلت المصدر الا هاي الايام الاسابيع. اي هاي ما صارت هاي الحرب مع روسيا، ما روسيا الشغلات هاي صارت الصعود اثرت على السوق طبعا. شلون والله تسوقت برقل وجريش وراح تسوق معجون وشكر، الشكر ب 25 ل 25 كيلو، والله شفت الاسعار بصوره عامه، والله كلها غاليه، كلها غاليه. اكثر شيء زيت، زيت غالي، حتى البيض مال المائدة غالي. يعني نعم. إيه؟ ما أثر على الطبقة الفقيرة. سحقها سحق. إيش خلى عليها؟ هذا الدولار إيش خلى عليها؟ تأثير الدولار لو من المصدر. لو والله من المصدر من هنا كله غالي. الفقير شلون راح يعيش؟ والله أسعار المواد الغذائية، الطحين قبل 4 أيام اشتريته 18,000. اليوم الطحين نفسه يعني بعد حقه ما وصل منطقة حقه لحد الآن، هسه اليوم الطحين ب 21,000. يعني هسه احنا كتافة، كلتنا كتافة حماميل، يعني احنا اشهر راح نعيش؟ والله هي مشكلة. سعر الحمالية الطن ب 2000 دينار، ما نقدر نحمل، ما ينطونا زيادة، يعني يقول لك ما يتحمل الماء. وبالمحل يقول لك انا اصعد يعني على سعر ابو الشركة اللي عجيب لي، يعني انا هم عدا سعر محدود، يقول خليه ربع دينار على حاجة. حركة قليلة، حركة قليلة طبعا، الحركة والله هي تعبانة متعبة. يعني اليوم الشكر فاجأنا به، شكر ب 700 دولار، يقولون يعني عاد نسمع ب 700 دولار صار طن الشكر، يعني يطلع ب 26,000 تقريبا الكيس شكر الاتحاد او 25 كيلو. قبل بيت شان قبل كان ب 24، يعني 24 ونص 24، هذا سعره. زيت 65، الدين ابو السترة ترات 25، ابو ال 12 لتر ب 40,000 يابا. منين نجيب الفقير؟ ها؟ منين نجيب يابا؟ جرى شهر رمضان، ها؟ ما تبي يابا ايش؟ شلون؟